لسنة وانتو طيبين. انت بصحة سلام. اتنين من المصريين بس، انتو كام اصلا؟ انا ستة. ستة منهم اربعة هاني شنودة؟ والباقي اذا قلنا على الحجم يعني. هاني شنودة هو الموسيقار الذي يلحن ويوزع الموسيقى لكلمات الجديدة اللي كتب بعضها استاذنا الكبير صلاح شاهين، مش كده؟ ومين كمان؟ موسي السيد، صلاح فايز، عمر بطيشه، انا عندي ناس كتير بتكتب يعني. نجمه فرقه المصريين هي ايمان يونس. ايمان يونس، تجربتك في الغناء ما كانتش ابدا قبل وجودك مع المصريين؟ لا، اول مره كانت مع فرقه المصريين بس. مين اللي شجعك على ان انت تغني؟ استاذ صلاح شاهين طبعا، هو اللي عرفني على الفرقه، غير ان انا كنت اعرف هاني من المعهد وكده، لكن هو اللي شجعني ان انا ابتدي مع فرقه المصريين. اسف، معهد ايه؟ معهد الكونسرفاتوار. هي ما زلت طالبه فيه؟ لا، انا اتخرجت السنه اللي فاتت. وهاني؟ لا، انا خريج قديم قوي يعني. سنه كم ما تقول؟ لا، مفيش داعي بقى. بقيت عناصر فرقه المصريين ايضا خريجي كونسرفاتوار؟ لا، مش كلهم، في عندنا ثلاثه. ايمان وممدوح قاسم، والباقي بقى استادي يعني في البيت كده. تجربة الغناء الجماعي لفرقة المصريين ولبعض الفرق اللي ظهرت بعديكوا، يعني نقدر نقول بعض الناس أيدوها وقالوا حلوة قوي، بعض الناس قالوا ده مش غنى، احنا ما بنفهمش الكلام، دي مزيكا مش شرقية ولا هي غربية. تقييمك للتجربة ايه يعني؟ والله احنا في ناس كتير قوي شجعتنا الحياة قوي قوي، واحنا يعني للفورم الجديد، للشكل الجديد، ولا لانها اغنيه جماعيه، ولا لانه الناس عايزه اللحن الجديد، ولا شكل الكلمه الجديد؟ هو الحقيقه ان الفرق دي كان لازم توجد من زمان، فاذا ما كانتش طلعت الا السنه دي فزي بعض يعني، بس محلها كان زمان قوي الحقيقه، لان الغناء الجماعي مطلوب زي الغناء الفردي بالظبط. بس الغناء الجماعي موجود في مصر من زمان، من ايام الكسار ومن ايام سيد درويش يعني اتعملت. خلاص، تبقى الفرق موجوده من زمان قوي. يبقى يعني المهم انها مش ظاهره ولا موضه. الحقيقه يعني هي فكره قديمه، لكن احنا دعمناها اكتر يعني، ان احنا ابتدينا نظهرها في اطار يعني الفرق. هو الجديد في الموضوع ان الكلمات كلها تواكب العصر. هاني شنودة بقى بعيدا عن المصريين، السنه دي كان له اكتر من بصمه واكتر من لمحه، يعني نقدر نقول ان الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة أعادها المخرج الكبير حسين كمال إلى الشاشة الصغيرة بألحانها القديمة بتوزيع جديد لهاني شنودة، وبلحن أيضا لهاني، مش كده؟ بس أنا ما عملتش توزيع لحاجة الحقيقة، أنا عملت لحن واحد لمدام نجاة اللي هو البحر. بحلم معاك، اللي هو فيه بحر وفيه موج وفيه شط، مش كده؟ مظبوط. في نفس الوقت السنة دي كان لك أكتر من تجربة، اولا كموسيقى تصويريه في لا عزاء للسيدات، ودي كانت التجربه الاولى ليك. مظبوط. وفيلم الفاتن حمامه يعني شيء يخض انك تعمله الموسيقى. ايضا اقدر اقول ان هاني شنوده 79 دخل الى الاطار الشعبي، يعني خلع برنت الخواجه ولبس الجلابيه البلدي وعمل بنات كتير كده من سني بيغيروا مني وبيحسدوني مع اني مش احلى منهم بصراحه، اخر موضه ولا في الاوضه صوره لنجمة عينيه سودة ورموش وسحرة وبلاحة، ولا في كلامي بتصنع ولا بتدلع ولا عمري اوعد واطمع ولا ادي ادم تفاحة. كلام مغري قطر بقلبه سواحة، وهرب من النظرة انطالت وين عيني مالت ببص للبعد التالت ألاقي فيه كل الراحة، مش معنى كده مش طبيعية أو رجعية بصراحة قوي متوعية، ما أنا أمي أصلها فلاحة.
عندي لبس اخر موضه ولا في الاوضه صوره لنجم عينيه.